طب فكرة أنا لما أتكلم عن إزاي ممكن أكون وأجدد، يعني البروسس بتمشي إزاي، فكرة تكوين وتجديد خلايا الدم أصلا، وإزاي المكمل الغذائي يقدر يساعد في ده؟ خلايا الدم هي خلايا بتتجدد، والخلايا بتموت ويرجع بترجع تاني تتجدد. ده باي ديفولت، ده بالظبط، ده الطبيعي. واللي بينتجها نخاع العظم، ده حاجة اسفنجية بتبقى موجودة داخل العظم، اللي هو نخاع العظم هو اللي بينتج لي الخلايا الجذعية. والخلايا الجذعية لما بتكون الدم بتطلع بقى على الدم. انا عندي كرات الدم الحمراء، دي المفروض بتقعد 120 يوم والكبد بتخلص منها ويرجع تاني نخاع الدم يفرزها تاني. عندي الخلايا الدم البيضة، دي بتقعد من ساعات لايام، اللي هي المسؤوله عن المناعه. وعندي الصفائح الدمويه اللي هي مسؤوله عن تخثر الدم، ان لو حصل ان احنا اتعورنا لازم بسرعه يحصل ان الدم يجلط شويه ويعمل قشره عشان ما نهدرش دم او يحصل سيوله. والبلازما هي دي خلايا الدم. من اهم الفيتامينز المهمه جدا الداعمه جدا لخلايا الدم، رقم واحد طبعا الكوبالامين اللي هو فيتامين بي 12، هو اللي بينتج لي خلايا الدم الحمراء. والزنك مهم جدا. انا قبل كده اعتقد يا نهاوانت قلت لك ان الزنك مهم لاي خليه بتتجدد. زي ما انا قلت خلايا الدم دلوقتي بتتجدد سواء 3 شهور اللي هي الخلايا الدم الحمراء وبتموت، الخلايا الجذعيه سوري الخلايا الدم البيضاء والحاجات دي، واي حاجه في جسمي بتتجدد، شعر، بشره، الضوافر، كل الحاجات دي بتتجدد، محتاجين زنك. طيب يبقى انا قلت زنك ونحاس مهم، وفيتامين سي مهم للدم جدا. يعني فيتامين سي طبعا للدم. طبعا يقول لي فيتامين سي، احنا عارفين له اهميته للبشره، ناس كتير مش عارفه ان فيتامين سي هو اللي بيساعد على امتصاص الحديد. ما دام قلت دم يبقى ناخد بالنا من الحديد، نسبه الحديد. فيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد في الدم. فطيب يبقى نعمل ايه؟ يبقى هناخد الكوبالامين، هناخد فيتامين سي، هناخد زنك، هناخد نحاس، عشان وطبعا فيتامين اي كمضاد اكسده. طب يبقى كل ده بقى عندي في الب مالتي في، طبعًا بدل طبعًا ما اروح اتبهدل واقعد ادور ورا فيتاميناتي وهنا وهنا، صح. اروح اجيب الب مالتي فيت اللي فيه كل العناصر اللي بتتكلمي عنها. ده بالظبط الب مالتي فيت، اعتقد هو ممكن يكون صورته على الشاشه، او لو هو معانا فعلا على الشاشه. تمام. الب مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء. الب مالتي فيت فيه 13 عنصر وفيتامين، مش بس لتكوين خلايا الدم الحمراء او لكفاءه خلايا الدم الحمراء. الب مالتي فيت داعم للمناعه جدا. وموضوع المناعه كل مره اتكلم، المناعه مش حاجه اوبشن انا ادعم مناعتي. لازم طول الوقت جسمي يبقى قوي لاي بكتيريا، هجوم بكتيري او هجوم فيروسي. فداعم للمناعه الاحتواء على فيتامين سي والاحتواء على الزنك. عندي الب مالتي فيت فيه كل، يعني بقول الكوبالامين لكرات الدم الحمراء، دي الكوبالامين هو فيتامين بي 12. الحلو في الب مالتي فيت المميز فيه انه ملم بعائله فيتامين بي كلها الكامله. طيب فيتامين بي بيعمل ايه تاني؟ بيعمل حاجات كتيره جدا مهمه للجسم. التمثيل الغذائي، سرعه الايض، على طول بقول مفيش تمثيل غذائي مفيش حياه. التمثيل الغذائي ان انا اقدر احول الاكل للطاقه، ان انا يبقى عندي المجهود احسن. يمكن في طاقات خفيه، نقل الهرمونات دي محتاجين طاقه، التنفس وانا نايمه وانا صاحيه، كل ده محتاج طاقه. فيتامين بي 12 وفيتامين بي، عائله فيتامين بي كلها بتعمل كده. عندي الزنك داخل الب مالتي فيت، كلنا عارفين الزنك مناعه، شعر، بشره، وخصوبه عند الرجال، بيدعم الخصوبه عند الرجال. عندي ايه كمان؟ عندي الكالسيوم داخل الب مالتي فيت. الكالسيوم داعم لتكوين خلايا العظام ومهم لانقباض عضله القلب. عندي النحاس، فاعتقد ان الب مالتي فيت منتج غذائي، مكمل غذائي رائع، ملم مش هقول كل الفيتامينز، هقول معظم الفيتامينات الاساسيه اللي محتاجينها انتيك يومي. يعني احنا اصلا ممكن نكون معظمنا نسب الفيتامينز اللي جسمنا بيحتاجها مش بنديها له كل يوم، وبالتالي على اللونج تيرم يصبح عندنا بنكتشف يعني، او بتظهر بعض الامراض لا قدر الله اللي بنيجي نقول يا ريتنا من الاول خدنا بالنا منها. صح. يعني صح للاسف. هو موضوع الفيتامينات والمعادن الجسم لا ينتجها، معظم الفيتامينات والمعادن الجسم لا ينتجها. ومع كبر السن برضه هو مع أكيد اختلاف يعني الظروف. صح. لان انا لو حد سالني مين محتاج فيتامينز كتير، طبعا كبار السن لا غنى،
الفيجنز النباتيين لا غنى. انا ما باكلش لحوم حمراء اطلاقا اطلاقا. بتهيأ لي ده لا اطلاقا ده لان اللحوم الحمراء هي اللي فيها فيتامين. يبقى انا عندي مشكله بقى في الحديد كده الناس اللي زيي يعني. طبعا طبعا لان الحديد هو بيبقى اكتر في الحاجات الحيوانيه. سبانخ فيها حديد، جرجير فيها حديد، كلنا عارفين، بس برضو لكن المصدر الحيواني الحديد فيه اعلى. فطبعا الفيجنز لازم ياخدوا مكملات غذائيه او فيتامينز مالتي فيتامينز يوميا عشان يعوض النقص بتاع الفيتامينات والمعادن.